نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة في محافظة المحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة محافظة المحرق شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وضبط عدد من العمال المخالفين لل الانظمه والقوانين منوهه بانه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بشانها